السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على محمد. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنت بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، البينات على مراعاة المصالح والمفاسد والمآلات. في البداية عايزين نعرف أن التعامل مع أي شيء، سواء كان قول أو فعل، حدث أو نازلة أو قرار، مش بالهوى أو بالعواطف ولكن بالشرع، لأن العواطف بعيد عن الشرع هدامة والقواعد الشرعية حكامة. فالعواطف لو ما سبقتش بالشرع تضر ما تنفعش، وتفسد ما تصلحش. فالعاقل مش بس اللي يعرف الخير من الشر، بل اللي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. فلو زادت المصلحة على المفسدة يقدم المصلحة على المفسدة، ولو تساوت المصلحة مع المفسدة يدفع المفسدة ويدرأ المفسدة، لأن درء المفاسد أولى ومقدم على جلب المصالح. ولو تعارضت مصلحتين يحصل ويحقق أعلاهما بتفويت أدناهما، ولو تعارضت مفسدتين يدرأ ويدفع أشدهما بارتكاب أخفهما، لأن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتجليلها. فالعجل قبل الشرع ينادي بتحصيل وتحقيق أعلى المصالح ودفع وضر أعظم المفاسد. واعلم أن فقه الموازنات والنظر في عواقب الأمور والمآلات والمضار والمنافع والمفاسد والمصالح من أدق أبواب العلم والفقه، فهو يحتاج إلى فهم عميق ونظر دقيق، فهم وعلم بالشرع وفهم للواقع. فله ضوابط وقواعد حكامة، وليس الأمر بالعواطف الهدامة. ومن تلك القواعد والضوابط، الأكثر مصلحة أولى بالتقديم على الأقل مصلحة. يعني لو عندي مصلحتين، واحدة صغيرة وواحدة كبيرة، نقدم الصغيرة ولا الكبيرة؟ وإحنا عايزين إن إحنا نجمع بينهم، ومش هنعرف نعمل غير واحدة فيهم، فنحافظ على المصلحة الراجحة ونضحي بالمصلحة المرجوحة، نحصل المصلحة الكبيرة ونترك الصغيرة. ومش معنى كده إن المصلحة المرجوحة اللي إحنا أهدرناها وتركناها ما عادتش مصلحة، ولكن معناه إن المكلف عاجز عن الجمع بينه وبين المصلحة الراجحة، فضحى بالمصلحة المرجوحة مضطرا، لأن الشرع والعقل بيحكموا بلزوم الحفاظ على المصلحة الأعلى ولو بتفويت الأدنى. والمصلحة اللي احنا فوتناها في الحالة دي ما عادتش مطلوبة، عشان كده تركها لأجل تحصيل المصلحة الراجحة ما يعتبرش ترك المطلوب شرعي. عشان كده لازم نعرف ان التعارض بين المصالح يوجب الموازنة بينهم، فان ثبت ان واحدة منهم اعلى من التانية لازم اهدار المهم محافظة على الاهم. الضابط الثاني، الاكثر مفسدة اولى بالضر من الاقل مفسدة. عندي مفسدة صغيرة ومفسدة كبيرة، ومش هنعرف نفاد الاثنين، نعمل اهن فيهم، نعمل الصغيرة عشان ندفع الكبيرة، نعمل الخفيفة عشان ندفع الشديدة، يبقى نعمل الأخف لدفع الأشد، نعمل الصغير لدفع الكبير. وفي الحالة دي فعل المفسدة الصغيرة أو الأدنى مش محرم على الحقيقة، حتى وإن سمينا الفعل محرم،
لأننا عملناه للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لدافع محرم أشد منه، بل ما ارتكبناه من هذه المفسدة بيعتبر مصلحة علشان بتدفع مفسدة أكبر منها ما كانتش هتندفع لولا ارتكبنا للمفسدة الصغيرة. الضابط الثالث، الجهة الغالبة أولى بالتقديم عند تزاحم المصالح والمفاسد، وده الميزان الشرعي اللي بيراعي الجانب الأقوى. فإذا تزحمت المصالح مع المفاسد فإن الحكم للجهة الغالبة إما للمصلحة وإما للمفسدة، فإن كانت المفسدة أكبر دفعناها ودرأناها وتركناها، وإن كانت المصلحة أكبر فعلناها وحققناها وجلبناها. الضابط الرابع، جهة المفسدة أولى بالدرء عند تساوي المصالح والمفاسد، يعني عند مصلحة تساوت مع مفسدة يبقى ما نعملش المصلحة عشان ندفع المفسدة، لأن درء ودفع المفاسد مقدم على جلب المنافع. فمدار الدين على الموازنات والنظر في عواقب الأمور والمآلات ومراعاة موازين القوة والضعف والقدرة والعجز واستغلال الواقع المتاح وإعانتك على المرجو المأمول، ومبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتجليلها. والعجيب إنك بعد ده كله تلاقي ناس بتقلل من أهمية هذا العلم والفقه اللي هو في غاية الأهمية، بل والأعجب منه إنهم يتهموا العلماء والدعاة والمصلحين اللي بيهتموا بهذا الفقه وبيأصلوه وبيطبقوه، بل بيسبوهم ويشتموهم وينتقصوهم وكأن هذا الفقه سبة. ما وراكوش غير فقه الموازنات والمآلات، ما تعرفوش غير فقه المصالح والمفاسد، هو أنتم ما تعرفوش غير موازين القوة والضعف والعجز والقدرة. والرد على هؤلاء بشكل عملي نقول له: من تتبع سير الأنبياء وصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم والدعاة والمصلحين والعلماء، لعلم علم اليقين إن مدار أمرهم على إعمال تلك القواعد، فكانت منهج حياة وسبيل نجاة لهم ولأتباعهم حتى رست سفنهم إلى بر الأمان. تعال معايا كده حضرتك ناخدها واحدة واحدة. نوح عليه السلام 950 سنة يدعو قوم إلى الله وإلى الإسلام وإلى الإيمان، ما سابش باب للدعوة إلا وطرقه، ولا طريق إلا وسلكه، بالليل بالنهار بالسر بالجهار، وما لقاش منهم غير النفور والإعراض والاستهزاء والإزاء. فلماذا سيدنا نوح والقلة القليلة اللي أمنت معاه ما اصطدموش بقومهم؟ ليه ما حربهمش؟ ليه ما قتلهمش؟ ليه ما وقفوش في وشهم؟ أليس إعمالا لتلك القواعد؟ أليس إعمالا لفقه الموازنات؟ أليس إعمالا لمآلات الأمور وفقه المآلات؟ أليس لقلة عدد من آمن مع نوح وكثرة العدو؟ أليس لضعف نوح ومن معه وقوة العدو؟ أليس لعز نوح ومن معه وقدرة العدو عليه؟ ويبين هذا دعاء نوح عليه السلام: رب إني مغلوب فانتصر. لجأ إلى الدعاء ولم يلجأ إلى المحاربة ولا الصدام، لأن موازين القوة مختلفة، لأن لابد من مراعاة الضعف والقوة والقدرة والعجز والنظر إلى عواقب الأمور والنتائج والأثار اللي هتترتب على المحاربة والقتال والصدام، لأنه لا يريد أن يستأصل شأفة القلة القليلة التي آمنت معه،
فدعا ربه فنصره الله بالطوفان ونجاه هو ومن آمن معه. ولكن انظر إلى هذا الفقه الذي أعمله نوح عليه السلام ومن معه، ما هو إلا أعمال لتلك القواعد. تعال معايا إلى سيدنا لوط عليه السلام، لما جاءته الملائكة على هيئة رجال جمال الهيئة، فجاءه قومه يهرعون إليه يراودوه عن ضيوفه لفعل الفحشة والعياذ بالله. ماذا فعل لوط عليه السلام؟ قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يعني يقول: لولا ضعفي لواجهتكم ولمنعتكم بالقوة. ولكن هذا يظهر ضعف لوط عليه السلام أمام قوة قومه وعجزه أمام قدرتهم عليه، فأعمل فقه الموازنات وأعمل فقه النظر إلى عواقب الأمور والمآلات، وراعى الواقع ووازن بين الأمور، فما استطاع أن يواجههم بالقوة لأنهم أقوى منه ولا يقدر عليهم، بل هو عاجز على مواجهتهم. ولذلك لجأ إلى ربه واستعان بربه ولجأ إلى الركن الشديد. ولكن أعمل عليه السلام تلك القواعد حتى أفصحت الملائكة عن هويتها وأخبرته أنها ملائكة وأنها جاءت لنصرته من الله والانتقام من عدوه. ولكن الشاهد في هذه الواقعة أن لوط عليه السلام قال: لو أن لي بكم قوة، يعني لولا ضعفي وقوتكم وعز وقدرتكم لواجهتكم ولمنعتكم بالقوة. فأعمل فقه الموازنات وفقه المآلات ونظر لعواقب الأمور وما سيحدث من الصدام ومنعهم بالقوة، فراعى تلك القواعد، فكانت النصرة من الله والنجاة من الله. تعال معايا لسيدنا موسى عليه السلام، لما وقز رجل خطأ وقتله وجاءه رجل من أقصى المدينة يسعى وجاء يحذر موسى عليه السلام إن فرعون وملأه قومه بيتأمروا عليك عشان يقتلوك، اخرج بسرعة أنا ناصح أمين لك. ماذا فعل موسى؟ قال له: إزاي نهرب؟ إزاي نفر؟ أنا موسى، أنا القوي، طب إزاي نسيب أمي؟ طب نسيب أختي؟ نسيب أخوي؟ نسيب صحابي؟ إخواني؟ أهلي؟ دياري؟ ونروح فين؟ هل فعل هذا موسى؟ أم بالفعل فر مسرعا وخرج منها خائفا يترقب، ماشي على رجله آلاف الأميال ولا يعلم له وجهه، حتى دعا ربه أن يهديه إلى سواء السبيل. 10 سنين في مدين تتوقف الدعوة في مصر، بعيد عن أمه وأخته وأخوه وأهله ودياره، بعيد عن أصحابه وإخوانه وخلانه، خرج خائفا ماشيا يعمل أجيرا لمدة 10 سنوات. لماذا سيدنا موسى ما قعدش في مصر وواجه فرعون ووقف في وشه، وقف في وش الجنود والملأ وقوم فرعون؟ أليس إعمالا لتلك القواعد؟ أليس لضعفه وقوة فرعون ومن معه؟ أليست لعزه وقدرة فرعون ومن معه عليه؟ أليس مراعاة لموازين القوة والضعف والعز والقدرة؟ أليس إعمالا لفقه الموازنات والنظر إلى عواقب الأمور والمآلات؟ نعم، ترك أمه وأخته وأخاه، نعم، تعطلت الدعوة 10 سنين، نعم، تلك مفاسد، نعم، ولكن عدم قتله مصلحة كبرى. بعد عن مصر وبعد عن أمه وأخته وأخوه وأهله وأصحابه وخلانه وتعطل الدعوة 10 سنين في مصر مفسدة، نعم، ولكن قتله مفسدة أعظم. فلأن تتوقف الدعوة قليلا ثم تعود مرة أخرى أهون من أن تتوقف إلى الأبد. فظل 10 سنوات في مدين، ثم جاء نبيا، ثم جاء داعيا فرعون وقومه إلى الله سبحانه وتعالى،
وبدأت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو فقه الموازنات ونظر العواقب الأمور والمآلات. فلأن تتوقف الدعوة قليلا أفضل من أن تتوقف دائما وإلى الأبد، أن تترك المكان إلى بعض الوقت أفضل من أن تقتل، أن تهجر الديار أفضل من أن تقتل. فهذه مقارنات بين الفاسد والأفسد، مقارنة بين المصالح بين المفاسد، ولابد من إعمال تلك القواعد والضوابط حتى ينجيك الله سبحانه وتعالى. ولما جاء موسى عليه السلام وصار نبيا، وراح هارون عليه السلام لفرعون ودعوهم إلى الله وإلى الإسلام وإلى الإيمان، وحدث ما حدث حتى أمره الله بأن يخرج ببني إسرائيل، لماذا موسى عليه السلام مع هارون مع بني إسرائيل؟ ليه ما حربوش فرعون؟ ليه ما وقفوش في وشه؟ ليه ما واجهوش؟ ليه ما اصطدموش معاه ولا مع جيشه ولا مع جنوده ولا ملئه ولا قومه؟ أليس مراعاة لتلك القوة؟ أليس مراعاة لفقه المآلات والموازنات؟ أليس لضعف موسى وهارون ومن معهم من بني إسرائيل أمام قوة فرعون وجيشه وملئه وقومه؟ أليس لعزهم وقدرة فرعون عليهم؟ أليست إعمالا لتلك القواعد حتى صار البحر من أمامهم والعدو من خلفهم، فدعا ربه فنصره الله ونجاه وأغرق فرعون ومن معه؟ فانظر إلى إعمال تلك القواعد من موسى عليه السلام. تعال معي حضرتك لسورة الكهف، قصة الفتية السبعة اللي آمنوا بربنا سبحانه وتعالى وعرف الملك إن هم أسلموا وإن هم آمنوا، مع أنهم كانوا أغنياء وكانوا عايشين عيشة مرتاحة، بل يقال إنهم كانوا أمراء، ولكن لما ذاقوا حلاوة الإيمان وعاشوا التوحيد فأخبروا الملك بإيمانهم ومن معه، ولكن لما عرفوا أنهم سيقتلون هل اصطدموا بالملك؟ هل واجهوا الملك ومن معه؟ أم فروا بدينهم، هربوا من الملك ومن معه إلى الكهف؟ لماذا لم يصطدموا؟ لماذا لم يواجهوا؟ أليس مراعاة لتلك القواعد؟ أليس مراعاة لقلة عددهم أمام الملك ومن معه؟ أليس مراعاة لضعفهم أمام قوة الملك ومن معه؟ أليست مراعاة لعجزهم وقدرة الملك عليهم ومن معه؟ فما كان منهم إلا أن فروا بدينهم وهربوا إلى الكهف، ما قاموا بالمواجهة، ما قاموا بالصدام، ما قاموا بالمحاربة، ما قاموا بالوقوف في وجه الملك ومن معه، بل لجأوا إلى الله وفروا إلى الله وفروا بدينهم وهربوا إلى الكهف مراعاة لتلك القواعد. فأعملوا تلك القواعد ولم يقف في وجه الملك ومن معه، ولم يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، وإنما بحثوا عن نجاة أنفسهم وعلى نجاة دينهم وعلى نجاة إيمانهم. كذلك هؤلاء الفتية لما أيقظهم الله بعد 309 سنة وقالوا واحد يروح المدينة يشتري لنا طعام، نصحوه بإيه؟ إن هو يتلطف، مش يرش حد بينا ولا يعلمهم بحنة ولا يزعرهم علينا. ليه؟ لأنهم لو عرفوا بينا وعلموا بحنة هيعملوا إيه؟ يرجمونا يفتنونا في ديننا ورجعونا كفار، وساعتها مش هنعرف نخش الجنة اللي إحنا بنسعى إليها. فراعوا إن اللي يروح يراعي حالهم ويراعوا الموازين ومآلات الأمور وفقه المآلات وفقه الموازنات حتى يعملوا تلك القواعد، حتى تكون سببا في نجاتهم، حتى تكون سببا في فلاحهم، حتى تكون سببا في نجاة إيمانهم وتوحيدهم. وتعالى حضرتك معايا في سورة الكهف كمان اللي حصل بين موسى والخضر عليهما السلام من القصص الثلاثة، من خرق السفينة وقتل الغلام وهدم الجدار وبناءه بدون أجرة. موسى عليه السلام لما ركب هو والخضر السفينة وخرق الخضر السفينة أنكر موسى عليه ذلك لأن هذا فساد ويؤدي إلى إغراق السفينة وأهلها، فرد عليه الخضر عليه السلام بأن هذا الفساد يضرأ به فسادا أعظم، اللي هو هناك مالك ظالم بيأخذ كل سفينة سليمة غير معيبة غصبا عن أهلها. ف
فلأن تبقى السفينة لأصحابها وبها خرق أهون من أن تضيع كلها، وإن حفظ البعض أولى من تضيع الكل. وهذا دليل على مشروعية الموازنة بين الفاسد والأفسد ودرء الأفسد بارتكاب الفاسد. كذلك لما قتل الغلام العبد الصالح يعلم من الله سبحانه وتعالى إن الغلام ده لو بالغ هيكون طاغية وهيكون كافر وهيكون سبب في كفر أبوه وأمه، والله سبحانه وتعالى أخبره كذلك إنه هيبدل أبوه وأمه بخير منه وأحسن منه وأطهر منه وأزكى منه وأقرب رحمة وأشد برا. وهذه موازنة بين المفاسد والمصالح. قتل الغلام مفسدة، ولكن كفره إذا بلغ وكفر أبوه وأمه مفسدة أعظم، فترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى، يرتكب الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد. وكذلك عدم أخذ الأجرة على إقامة الجدار اللي مجرب يوقع مفسدة، ولكن المصلحة في من إقامة الجدار حفاظا على كنز اليتيمين عشان يستخرجوه لما يبلغوا ويكبروا، وبرضو عدم أخذ الأجرة على إقامة الجدار اللي مجرب يوقع مفسدة، ولكن المصلحة في إقامة الجدار عشان يحافظ على كنز اليتيمين ليستخرجوه بعد بلوغهم وبعد ما يكبروا مصلحة أكبر. فهذه موازنة بين المصالح والمفاسد، وممكن نعتبرها من جهة المفسدتين، إن الأولى بناء الجدار من غير أجرة مفسدة بس مفسدة صغيرة مقابل مفسدة أعظم منها، وهي ترك الجدار لغاية ما ينهار مما يعرض كنز اليتيمين للضياع. فقام الخضر عليه السلام بالموازنة بين المفاسد فدرء هذه المفسدة العظيمة ومقابل مفسدة صغيرة وهي عدم أخذ الأجرة. وننبه إن احنا ناخد من تلك القصص الثلاثة اللي حصلت بين موسى والخضر عليه السلام مشروعية فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد فقط من هذه القصة، للفعل نفسه إذ الفعل خاص بالخضر عليه السلام لأنه بوحي من الله سبحانه وتعالى أطلع عليه، وليس لأحد أن يفعل مثل ما فعل. مش واحد يلاقي ابن عاق يروح يقتله يقول أصلا هيكون سبب بل أبوه وأمه، ولا هيكون سبب أن يكفر أبوه وأمه، لا هذا ليس لأحد. طب تعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف كيف أعمل النبي صلى الله عليه وسلم تلك القواعد في سيرته الكريمة وحياته الشريفة. تعالى واحدة واحدة كده من الأول، ليه النبي صلى الله عليه وسلم أسر بالدعوة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم 3 سنين؟ ليه ما جهرش بها في الأول؟ ليه ما أعلنش بها في الأول؟ أليس إعمالا لتلك القواعد؟ أليس حفاظا على من آمن معه مع قلة عددهم وضعفهم وفقرهم؟ أليس مراعاة لموازين القوة والضعف والعز والقدرة؟ أليس إعمالا لفك الموازنات والنظر إلى عواقب الأمور والمآلات حتى لا يعرض من معه إلى الفتنة وإلى الإيذاء وإلى القتل وإلى انتهاك حرماتهم وإلى تسلط الكفار عليهم؟ فأسر حتى لا يقضى على الدعوة في مهدها ولا يستأصل شأفة الإسلام، لأن لو هلك هؤلاء لا تأخر الأمر سنين وسنين، كما قال في بدر: اللهم إن تهلك تلك العصبة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. فلو قتل هؤلاء مع قلتهم، من حيحمل راية الدين؟ من اللي حيفتح البلاد؟ من اللي حينقل هذا الإسلام إلى الناس؟ فمراعاة لتلك القواعد كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني لا يزر الكفار عليهم، حتى لا يسلط الكفار عليهم، حتى لا يستجلب غضبهم وقضائهم على أصحابه مع بدايتهم، مع ضعفهم، مع فقرهم، مع عوزهم. فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم تلك القواعد. طب تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصحابة وهم بيتعذبوا، ليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما وقفوش في وش الكفار؟ ليه ما حربهمش؟ ليه ما قتلهمش؟ ليه ما واجههمش؟ ليه ما اصطدموش بيهم؟
أليس أعمال لتلك القواعد؟ أليس لضعف النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه في مقابل قوة العدو؟ أليس لعزهم في مقابل قدرة العدو عليه؟ أليست مراعاة لموازين القوة والضعف والعز والقدرة؟ أليس إعمالا لتلك القواعد لفقه المصالح والمفاسد والموازنات والمآلات؟ أليس النظر إلى عواقب الأمور والآثار والأفعال؟ بلى، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمرهم إلا بالصبر، كان يمر على آل ياسر وهم يعذبون، ما يزيد عن قوله صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فأمرهم بالصبر، ما أمرهم بالجهاد ولا بالقتال ولا بالحرب ولا بالصدام ولا بالوقوف في وجه الكفار ولا يصطدم بهم ولا غير. لماذا؟ لأنهم في مرحلة ضعف والكفار في مرحلة قوة، لأنهم في مرحلة عجز والكفار في مرحلة قدرة، ما هي إلا مراعاة لموازين القوة والضعف والعجز والقدرة، مراعاة لفقه الموازنات، النظر إلى الأثار والعواقب والنتائج والمآلات. هكذا أعمل النبي صلى الله عليه وسلم تلك القواعد. لما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حوصروا في شعب أبي طالب 3 سنين وضيق عليهم الحصار والخناق حتى أكلوا ورق الشجر، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه؟ ليه ما اصطدموش بالكفار؟ ليه ما حربهمش؟ ليه ما قتلهمش؟ ليه ما وقفوش في وشهم؟ لماذا؟ أليس إعمالا لتلك القواعد؟ أليس لضعف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في مقابل قوة العدو؟ أليس لعزم صلى الله عليه وسلم ومن معه في مقابل قدرة العدو عليهم؟ أليس لقلة عدادهم وعتادهم في مقابل قوة العدو وعدادهم وسلاحهم؟ أليس مراعاة لفقه الموازنات والمآلات والنظر إلى عواقب الأمور والأثار والنتائج؟ بلى، ما منعه من الصدام والمواجهة إلا ذلك، ما هم فيه مفسدة، ولكن تسلط الكفار عليهم وقتل أصحابه ووقوف الدعوة واستئصال شأفة الصحابة ومن يحملون الراية مفسدة أعظم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوازن بين تلك الأمور. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهجرة، بهجرة الحبشة الأولى، ثم أمرهم بهجرة الحبشة الثانية، ولم يأمرهم بالمواجهة ولا الصدام ولا الحرب ولا الوقوف وجه الكفار؟ أليس إعمالا لتلك القواعد؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر هو وأصحابه إلى المدينة ولم يقف وجه الكفار في مكة؟ أليس إعمالا لتلك القواعد؟ طب ليه هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ طب ليه خالف الطريق؟ طب ليه اختبأ هو أبو بكر في الغار؟ أليس إعمالا لتلك القواعد؟ أليس مراعاة لعواقب الأمور والمآلات؟ أليس النظر في فقه الموازنات؟ أليس مراعاة للمصالح والمفاسد؟ طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 360 صنم حوالين الكعبة، 13 سنة في مكة و8 سنين بعد الهجرة، 21 سنة، ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما كسرهاش؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما خدش الصحابة وراحوا كسروها؟ عين النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش إلا لنشر التوحيد وتحطيم الأصنام، عشان ما اصطدمش بالكفار، عشان ما تقحش حرب ولا قتال في مرحلة ضعفهم وقوة العدو، في مرحلة عزهم وقدرة العدو، راعى المصالح والمفاسد، راعى النتائج اللي هتترتب على هذا الفعل من الصدام، من تكسيرها، من استجلاب غضب الكفار وتعذيبهم لأصحابه وقتل أصحابه وتسلطهم عليه وعرقلة الدعوة واستئصال شأفة الإسلام واللي هيحملوا راية الإسلام. فكل هذا رعاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كسرها طيلة 21 سنة مراعاة لمرحلة الضعف والعجز، ما كسرها إلا لما دخل مكة فاتحا منصورا من الله سبحانه وتعالى 8 هجرية، بعد 21 سنة، لما صار له دولة وشوكة وقوة ومنعة وجيش وأصحاب كثر، هنا تغيرت موازين القوة، تحول ضعفهم إلى قوة وعزهم إلى قدرة فكسر الأصنام. هكذا أعمل النبي صلى الله عليه وسلم تلك القواعد، مراعاة موازين القوة والضعف والعز والقدرة،
النظر إلى المصالح والمفاسد، إلى عواقب الأمور والمآلات، إلى فقه الموازنات. هكذا كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم تلك القواعد. ولنفس السبب النبي صلى الله عليه وسلم ما هدمش الكعبة وأعاد بناها على قواعد إبراهيم، قائلا لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: لولا أن قوم حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة؟ ليه ما عادش بناها على قواعد إبراهيم؟ حتى لا يفتن هؤلاء الناس اللي لسه دخل الإسلام جديد، كانوا بيعظموا الكعبة، فلما هدها النبي صلى الله عليه وسلم هيغر صدورهم، هيفتنهم في دينهم، قد يرتدوا عن الإسلام. نعم، عدم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مفسدة، ولكن نفرة الناس عن الإسلام مفسدة أعظم، فتنة الناس في دينهم مفسدة أعظم، ردة الناس عن الإسلام مفسدة أعظم. فترتكب الصغرى لدفع الكبرى، يرتكب الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد. نعم، بناء هدم الكعبة وإعادة بناها مرة أخرى على قواعد إبراهيم مصلحة، ولكن عدم فتنة الناس في دينهم وعدم نفورهم وعدم ردتهم عن الإسلام مصلحة أكبر. فتترك المصلحة الصغرى وتجلب المصلحة الكبرى العظمى. هكذا أحمل النبي صلى الله عليه وسلم فقه المصالح والمفاسد. ونفس الشيء أعمل النبي صلى الله عليه وسلم تلك القواعد لما خرج للعمرة هو وأصحابه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يسافر مئات الأميال هو وأصحابه وساجي الهدي ومحرمين، ويصدوهم الكفار عن البيت الحرام ويمنعوهم من العمرة، ويقفوا حائص ويحجبوهم عن بيت الله الحرام، وعمل صلح الحديبية. وشوف شروط صلح الحديبية: انه يرجع السنة دي وما يعتمرش، ان ما تكتبش بسم الله الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم، وما تكتبش محمد رسول الله اكتب محمد ابن عبد الله، واللي يجي مسلم من عندنا ترده، واللي يرتد ويجينا كافر ما نردوش. انظر الى هذه الشروط، انظر. البعض قد يرى هذه شروط جائرة، وليه نرضى بالدنية في ديننا كما كان يراجع عمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يراجع أبو بكر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وافق عليها؟ لماذا؟ لماذا وافق النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يعتمرش هو أصحابه مع انه محرمين وساج الهدي؟ لماذا تنازل عن أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وجعلها باسمك اللهم، وتنازل عن محمد رسول الله إلى محمد بن عبد الله؟ جينك مسلم ترده، واللي جينا كافر ما ردوش. أليس النظر إلى مآلات الأمور؟ أليس النظر إلى فقه الموازنات؟ أليس النظر إلى المصالح والمفاسد؟ فكان في صلح الحديبية، وإن بدا للي ينظر إليه إنه شروطه جائرة، وإن ده خور وضعف، وإن ده دنية في الدين، وليه نقبل بيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اصطدمش مع الكفار، ما حاربهمش، ما قاتلهمش، ما وقفش في وشهم، وإنما وافق على بنود المصالحة، فصار فتحا، وسماها الله فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صحيح من أقوال أهل العلم إن هذا الفتح هو صلح الحديبية وليس فتح مكة كما يعتقد الكثير من الناس أو عمتهم. فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم تلك القواعد. طب تعالى معايا الموقات مؤتي، وبعد ما القادة الثلاثة انقتلوا وخد الراية سيدنا خالد بن الوليد، لما لقى حال المعركة انقلب واشتد وطسها وزاد القتل في المسلمين حتى كادوا العدو أن هم يستأصلوا شأفتهم ويبيدوهم عن بقرة أبيهم، إيه اللي عمل سيدنا خالد؟ هل ثبت في المعركة؟ هل نادى من معه أن هم يثبتوا حتى يموتوا جميعا عن بقرة أبيهم؟ أم انسحب رضي الله عنه وأرضاه؟
طب لماذا انسحب؟ أليس إعمالا لموازين القوة والضعف لقلة عددهم أمام كثرة عدد العدو وعتادهم وأسلحتهم، لضعفه ومن معه أمام قوة العدو، لعجز ومن معه أمام قدرة العدو، فوازن بين الأمور ونظر إلى عواقب الأمور ونظر إلى فقه الموازنات وإلى فقه المآلات، فكان القرار الانسحاب. فلما رجع بدأ يعيروهم ويقول لهم يا فرار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم الكرار. بل أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على خالد وسمى انسحابه فتحا ونصرا. لما قتل الثلاثة القادة قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه، فسماه سيف من سيوف الله وسمى فعله فتح، وهو فعلا فتح بلا شك رغم الانسحاب، لأن سيف الله أدرك أن مقصد الشارع في الجهاد مش مجرد إراقة الدماء ومش مجرد الموت، وإنما لتحقيق الهدف من القتال، وهو إعلاء كلمة الله ونشر دين الله، وده الهدف الأسمى اللي هو بلا شك أن لو تم استئصال الجيش المسلم وقتل كل من مع خالد رضي الله عنه وأرضاه مش هيحصل. فالجهاد ليس هدفا في ذاته بل وسيلة لتحقيق مقصد وغاية عظمى، وهي إعلاء كلمة الله، وهي المصلحة الحقيقية الراجحة من القتال. فلما زالت المصلحة لم يعد لاستمرار القتال داعي، وما عادش ينفع القتال، بل صار مفسده يجب دفعها ودرأها وتركها. هكذا أعمل خالد رضي الله عنه وأرضاه قواعد المصالح والمفاسد، فقه الموازنات والمآلات، رعى القدرة والعز والقوة والضعف، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله، وسمى فعله رغم انسحابه فتحا، لأن الغاية مش القتل، لأن الغاية مش إراقة الدم، وإنما الغاية هي نشر دين الله، هي إعلاء كلمة الله. فإذا ما تم استئصال شأفة الصحابة واستئصال الجيش المسلم، فمن يحمل الراية؟ من يبلغ الدين؟ أن تحافظ على رأس مالك، أن تحافظ على قوتك، أن تحافظ على جنودك، أن تحافظ على شبابك، أن تحافظ على دعاتك، أن تحافظ على هؤلاء، فهم رأس مالك في الحقيقة، حتى يبلغوا دين الله، حتى يدعوا إلى الله، حتى يحملوا الراية. ولابد من النظر إلى المآلات، ولابد من النظر إلى فقه الموازنات، ولابد من النظر إلى عواقب الأمور، ولابد من مراعاة المصالح والمفاسد والمضار والمنافع وموازين الضعف والقوة والقدرة والعجز. لابد أن تراعي تلك القواعد جيدا، لابد أن تستغل المساحة اللي أمامك، لابد أن تستغل الواقع المتاح، وعينك ونظرك على المأمول المرجو. هكذا ينبغي أن تعمل تلك القواعد. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرابي بال في المسجد، أليس البول في المسجد مفسدة؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاه؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إن هم يقطع عنه بوله؟ لحدوث مفسدة أعظم، لأنه لما يقطع على الرجل بوله حيقطع بوله، يتضرر الرجل، إن الرجل يتحرك ويضطرب فينجس بدنه وثيابه، ينتشر البول في أكثر من بقع في المسجد، فتلك كلها مفاسد. البول في المسجد مفسدة، ولكن المفاسد اللي هتترتب على قطع الرجل له أعظم. فنرتكب الصغرى لدفع الكبرى، نتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد، وشوية مية هنكبهم عليه يطهر المكان. هكذا أعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفقه، هكذا أعمل تلك القواعد. لما جاء بعض الصحابة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هل وافق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل قال حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. سبحان الله، منافق، بل رأس المنافقين وشديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم.
ولأصحابه وسبب للوهن والضعف، وكان منه ضرر شديد وأذى كبير للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وللإسلام وللمسلمين. كل هذه مفاسد، ولكن إذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بقتله، ماذا سيقول الناس؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيقتل أصحابه، تكون إيه النتيجة؟ ينفر الناس عن الإسلام، لا يدخلوا في دين الله. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم تلك المفسدة العظيمة فدفعها وتحمل الصغرى. وجود عبد الله بن أبي بن سلول مفسدة، ولكن ما ترتب عن قتله مفسدة أعظم، هيكون سبب فتنة وتنفير الناس عن الإسلام وتنفير الناس عن الدخول في الدين. فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم تلك القواعد، ونظر إلى مآلات الأمور، ووازن بين الأشياء، وأعمل المصالح والمفاسد، فكان القرار عدم قتله وتحمل أذاه. وإن كانت هذه مفسدة نتحملها عشان ندفع مفسدة أعظم منها. إن كان قتله وإن احنا نخلص منه مصلحة، ولكن عدم تنفير الناس عن الإسلام وعدم تنفيرهم عن الدخول في الدين مصلحة أعظم نحققها ونجلبها، فنسيب المصلحة الصغيرة عشان نحقق الكبيرة. هكذا أعمل النبي صلى الله عليه وسلم تلك القواعد. طب ليه الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه كان إمام، كان خليفة، كان مبايع، وهو أولى بها وأحق بها، وهو جدير لها وحقيق أن يأخذها، أليس إعمالا لتلك القواعد؟ فأخذ الحسن رضي الله عنه وأرضاه الخلافة مصلحة بلا شك، ولكن الإصلاح بين المسلمين ولم شملهم وجمع كلمتهم ووحدة صفهم وعدم تنازعهم وشقاقهم وعدم تقاتلهم وتحاربهم وعدم سفك دماءهم مصالح أعظم، فتترك المصلحة الصغرى لتحقيق المصلحة الكبرى. فترك الحسن رضي الله عنه وأرضاه للخلافة وهو أحق بها وهو أهل لها مفسدة، ولكن تقاتل المسلمين وتحاربهم وتنازعهم وسفك الدماء وتفريق الكلمة وشق الصف وإذهاب الريح وإضعاف القوة مفاسد أعظم، فتدفع المفسدة العظمى بارتكاب المفسدة الأدنى، ويدفع الضرر الأشد بتحمل الضرر الأخف، وتدفع المفسدة الكبيرة بتحمل المفسدة الصغيرة. هكذا اعمل الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه فقه الموازنات، ونظر إلى عواقب الأمور والمآلات، وأعمل فقه المصالح والمفاسد، فأصلح الله به بين المسلمين وجمع شملهم ورفع رايتهم ووحد صفهم وجمع كلمتهم. فينفع بعد ده كله حد يقلل من شأن هذا الفقه وهذا العلم وينكر على من يقولون به ويؤصلون له ويطبقونه؟ بل لو أنصر، وإذا تتبع سير الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم لعلم علم اليقين اعمالهم لتلك القواعد، وإن كانت لهم ولأتباعهم منهج حياة وسبيل نجاة، فرست سفنهم إلى بر الأمان. فعلينا تعلم تلك القواعد، علينا تعلم ذلك الفقه، علينا أن نسير به في حياتنا إذا ما أردنا أن ننجينا الله كما نجاه. أما عن المصالح والمفاسد وأنواعها وقواعدها وضوابطها، ده اللي حنوضحه في فيديو قادم إن شاء الله، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. فقهنا الله وإياكم في الدين،
وعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا فهو مولى ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في أمان الله.